قبل الكتلة رقم واحد تسعى إلى أن تكون رئيسا للبرلمان؟ أبدا ما عندي هذا الحقيقة، هذا التوجه حاليا يعني ما أعرف ماذا راح تفرض علي خلينا نقول الأمور أو المستقبل شنو اللي فرض عليه، لكن على مستوى الشخصي أو التفكير الشخصي كهدف لم أضعه في هدفي. طيب، الكثير يتحدث أن حصة أو البرلمان في هذه الدورة القادمة هو من حصة محافظ صلاح الدين، وهناك عدة أسماء مطروحة كان من ضمنها اسمك، هذا في الكواليس السياسية حسب معرفتي، لم يصل إلى سمعك هذا الشيء بخصوص حصة المحافظة؟ أسمع هذا الكلام كثير مثل غيره، يعني هم أسمع كلام غيره وهم أسمع هذا، لكن كل هذا خاضع للتفاهمات والتفاوض. بعدين أستاذ مقداد، يعني ما أريد أسبق الحدث حقيقي في هذا المجال، على قدر ما أريد يعني أنه إحنا شلون نشكل كتل سياسية قوية متجانسة.